من ابدع ما كتب احمد فؤاد نجم، يعني وين كان هدفي العشاق القرب، انا هدفي في حبك هو الحب، يعني قمه التفاني وين كان امل، واغنيه كان أمل رومانسيه كمان بعد كده. طبعا هم عملوا اغاني كتير ليها طابع سياسي واغاني كتير ليها طابع اجتماعي، بس ده كان اول عمل يجمعهم هم الاثنين، كان عمل رومانسي، اغنيه جميله جدا. فينا نسمعها يا محمد؟ يلا بس نغني سوا بقى. انا معك. يلا يلا بينا. بس ما تعونش عليا كتير يعني. أنا توب عن حبك، أنا ليا في بعدك هنا، أنا توب عن حبك، أنا ليا في بعدك هنا، ده انا بترجاك الله يجازيك، يا شاغلني معاك وشاغلني عليك، انا بترجاك الله يجازيك، يا شاغلني معاك وشاغلني عليك، وانا غبت سنه انا برضو انا، ان غبت سنه انا برضو انا، لا اقدر انساك ولا ليا غنى، لا اقدر انساك ولا ليا غنى، ولا توب عن حبك انا. زي ما يحلى لك زي هواك، سهرني عليك سهرني معاك، زي ما يحلى لك زي هواك، سهرني معاك، انا عمري ما خاف من هجرك يوم، ولا قلبي بيفرح وانا وياك، انا عمري ما خاف من هجرك يوم، ولا قلبي بيفرح وانا وياك، وان كان امل العشاق القرب، انا املي في حبك هو الحب، وان كان امل العشاق القرب، انا املي في حبك هو الحب، وان غبت سنه انا برضو انا، وان غبت سنه انا برضو انا، لا اقدر انساك ولا ليا غنى، لا اقدر انساك ولا ليا غنى، ولا توب عن حبك انا.